الأحكام يا أيها الذين آمنوا، يعني اللي الإنسان كيسلم يلزمه الشرع، يسلم أصو يحرم الخمر، حرم الخنزير، حرم الميتة، أصو يصلي، أصو يصوم، يعني حتى الكذب، حتى النميمة، حتى التبذير، حتى الإسراف منهي عنه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني هذه للذين آمنوا خطاب، يعني تحريم الخمر للذين آمنوا. فهذا التفسير الكوني أن يعني التفسير الشرعي والتفسير الديني أن الناس حرموا الخمر لأنه يخدر العقل، نعم يذهب العقل، نعم. ومن الناحية العلمية أنه يتسبب في كثير من المصائب الصحية، لأن في كلية الطب تقرأ بأن بالفرنسية الأنجليزية الأو إتش والإلدهاي والكيتون والألكول، هذه في فرنسا أشياء يعني سامة للجسم، تقرأها أشياء بوزنوس، أشياء سامة للجسم كتقرأ. فيعني هذا الكحول سام للكبد، لا يمكن شخص يشرب الكحول وما يكونش عنده عرض على مستوى الكبد، لا يمكن، أقلها تضخم الكبد ينفخ شوية، لا يمكن. فهذه السنة الكونية والسنة الشرعية هي اللي جاءت في هذا القرآن باش يكون التوازن بين السنة الكونية والسنة الشرعية، لأن ما يمكنش نكون ملائكة، نحن لسنا ملائكة نمشي على الأرض، وما يمكنش نكون حيوانات، نحن لسنا حيوانات نمشي على الأرض، نحن خلقنا الله سبحانه وتعالى وفضلنا وكرمنا، وقد نقترب من الملائكة إذا عبدنا الله كما ينبغي، وقد نصبح لا شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن همك إلا كالأنعام بل هم أضل، قد نكون أضل من الأنعام إلى ما يعني تبعناش يعني شرع الله. فهذا الصيام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى، تعالوا يعني شوفوا الجسم قبل رمضان بعد الجسم، يعني الإنسان قبل رمضان.